المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رفع قبره عن الأرض قدر شبر. وللإمام الشافعي رحمة الله عليه ضابط جميل في مسألة الرفع، رفع القبر، فقال: يرد التراب الذي حفر فيه القبر إلى القبر، ويكون هذا التراب هو القدر الذي يرفع فيه القبر، هو القدر الذي يرفع فيه القبر. ولذلك هذا أفضل ما يمكن أن يضبط في مسألة رفع القبر، رفع القبر. ولذلك قدروه بأنه يكون شبرا، يكون شبرا. والشبر هو ما بين الخنصر إلى الإبهام واليد منفرجة انفراجا طبيعيا وليس مبالغا فيه، هذا الشبر يسمى، من الخنصر إلى الإبهام والأصابع منفرجة، هذا يسمى الشبر. ولذلك لا يجوز رفع القبر فوق شبر. وحينما نأتي بالتراب الذي حفر فيه القبر نرده إلى القبر، يكون القبر قد ارتفع شبرا، وهذا ضابط مهم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أمما سابقة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز البناء على القبر، لا بناء مسجد ولا قبة ولا أي شيء من هذا القبيل، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يبنى عليه ولا يضرب عليه خباء ولا خيمة ولا شيء من هذا القبيل، وهذا محل إجماع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.